سيدي تحتي على وجهك اكلاتك السكر كتكون غانا تقريبا اخويا الطريق راكم درتو عليها تما راه ولكن المعاناه ديالها راه باقا ما مقاداش مزيانه وراه اللي داز كيطيح وراه ماشي في صالحنا وحاولوا تحيدوا من هذا المشكل تفكوا لينا ما كنلقاوش منين ندوزوا وكتجينا الطريق طويله وبعيده وحاولوا ودابا راه السيد راه مضروب ومحل حاولوا ديروا لنا شي محاوله باش تقاد الامور ديالنا الله يرحم الوالدين وراه الطريق راه صعيبه شويه وبعض الطرق دابا ولات مسدوده في اي بلاصه لا هنا لا اي شريطه لا اي بلاصه وحاولوا توقفوا لنا على الحق ديالنا حنا ما كنضربوا حتى شي حاجه الا تسكروا لنا الطريق ديالنا وتحاولوا راه الناس معزه راه الناس كبار راه مازال الشباب راه كيعاونونا والله يرحم الوالدين اللي ما سكروناش الطريق ودروا لنا حق ماشي لي اول مره والبارح كنا دايرين لي رجون درنا لي بلاكه على الدرب طاحت مراه طاح راجل هذه هي الحاله العاشره وبغيت نعرف علاش داروا على الولاد من دراسه الطراجي الفوق دايرين ليهم الطراجي حي السلام دايرين ليهم وهنا نمشي محسوبين ما عرفت محسوبين باكار ولا نوع اخر ما فهمت والو انا ما بقيت نلعب والو يعني راه هادشي حشومه يعني حنا يصوبوا الله يسهل عليهم حنا بغينا هادشي تصوب بغينا يتوقع مزيان لينا ولكن راه خايبه لينا بحالكم على الراجل هاو هذا دابا على من المحسوب دابا دابا كان دابا شريكه دابا خصهم يحسبوا على هادشي كيحسبوا عليهم ماشي اول مره دابا كنقول العاشره هي المره العاشره مره راجل در يعاود البارح راه هو درنا لي بلاكه واقع درنا عاود البارح درنا لي بلاكه ديما كيدوزو المهمات عندنا انا بعدا كنسكن هنا امي كدوز هنا يوميا هذا الراجل هذا كيدوز مراه هز الخبز حشومه صاحبي يديرونا على الطريق حنا حنا يعتبرونا ان حنا كاينين وحنا راه حنا تعب صاحبي راه حشومه ما بقينا فهمنا والو حنا خويا حنا بعدا ما بقينا فهمنا والو حنا من نوم الخوت ما بقينا فهمنا والو اصاحبي شوف ما بقينا عرفنا منين إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma